سينضم عبر تقنية الزوم. صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك دكتور. شو رأيك بهذا الكلام اليوم؟ يعني منذ أيام شفنا لقاء ديمقراطي يزور معراب، سمعنا أنه في اتصالات، محاولات تنسيق لتسمية رئيس الحكومة. القوات اللبنانية بعد لحد الساعة ما أعلنت إذا كانت تريد أن تصوت لميقاتي أم لغير ميقاتي، تاركة المجال مفتوح أمام الاتصالات. اليوم سمى حزب تقدم اللي هن نائبان يعني مارك داو ونجاة صليبة نواف سلام. شو موقفكم من هذا الموضوع بداية لنحكي بباقي المفاوضات اللي عم بتصير؟ صراحة سيد جوزيفين، نحن من الأساس حتى بمعركة رئاسة النائب رئيس مجلس النواب كما في اللجان ومكتب المجلس، نحن من الأساس فتحنا المجال للتفاهم مع القوى التغييرية ومع القوى المستقلة، ومنا بالوارد ابدا انه يكون في تفاهمات بيننا وبين افرقاء السلطه اللي معروفه اللي هن ثنائي التيار الوطني الحر، ولا بالوارد حتى نتفاهم نحن وياهم على حكومات وحده وطنيه، وضعنا مواصفات يمكن لكل المواقع هيدي منها كمان لرئاسه الحكومه، وكنا ناطرين وعم ندفش وعم نحث كافة الأفرقاء التغييرية لأخذ القرار وتحمل مسؤولية بهذا الموضوع، وأن نحن داعمين لمواقفهم إذا كنا رايحين بفعل تغيير حقيقي، لأن الناس عطت ثقة بنسبة كثير كبيرة إن كان المستقلين للتغييريين لكتلة القوات اللبنانية لحتى نكون فعالين في التغيير، مش بس نطرح شعارات تغييرية. من المنطلق نحن منفتحين جدا على أنه إذا كان فعلا التغييريين وصلوا لتسمية متفقين عليها وملتزمين فيها تفاهم مع المستقلين، فنحن اكيد داعمين لهذه التسميه، علما انه وضعنا مواصفات سنناقشها وعم نناقشها، وبعتقد انه كمان الحزب الاشتراكي منه بعيد عن هالتصور هو ذاته اللي نحن طارحينه. ايه بس وين صرتوا بهذه المفاوضات دكتور؟ بمراحل متطورة جدا، ولا شك نحن عندنا اجتماع للتكتل الجمهورية القوية الأربعاء قبل الظهر لأخذ القرار المناسب. طيب هل صحيح اليوم أنه في اتصالات تحصل بينكم وبين اللقاء الديمقراطي على الذهاب للتصويت لتسمية الرئيس ميقاتي بحكم أنه ما في توافق على اسم موحد بين النواب الجدد يعني المستقلين والقوات واللقاء الديمقراطي، أنه مش بدفن على اسم واحد، فيبدو أنه أنتوا واللقاء الديمقراطي رايحين تصوتوا لنجيب ميقاتي؟ لا، بحال صار في تفاهم بيننا وبين التغييريين والمستقلين وشفنا أن المعركة فعلا رابحة، فبعتقد لا في مشكلة عند اللقاء الديمقراطي، وأكيد عندنا ما في أي إشكالية. أوكي، ما في إشكال عندكم أنكم تصوتوا لنفس الاسم مع النواب التغييريين، أما إذا لم يحصل اتفاق أنتم رايحين تصوتوا لميقاتي؟ جاي لا 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 ابدا. عم بسألك انا. لا، في تميز بيننا وبين الحزب الاشتراكي. بحال ما في تفاهم على اسم بين مع التغييريين والمستقلين وما عنده حظوظ الوصول، فساعتها رح نرجع نحن نبحث الموضوع، هنيك قد يكون هناك تميز بيننا وبين اللقاء. بس حضرتك عم بتأكد انه ما رح تسموا ميقاتي؟ لا، أنا ما عم أكد شيء، احنا عندنا اجتماع تكتل، ولكن نحن قلنا في مواصفات واضعينها لرئاسة الحكومة، هاي المواصفات إذا كان أي مرشح بيقدر يحملها وتنطبق عليه فبيكون مرشحنا، ولكن هذه مسألة يؤخذ القرار بها في اجتماع التكتل. طيب شو رأيكم باسم نواف سلام اليوم؟ هل في حديث معكم حول اسم نواف سلام وهل حصل على إجماع؟ نحن طبعا عم يوصلنا موضوع ترشيح نواف سلام من أسبوعين بلش نطرح هذا الاسم، بس اليوم صار رسمي، اليوم صار مرشح رسمي بإعلان مارك داو ونجاة صليبة تسميته اليوم من ساعة. اوكي، قلت لك عندنا اجتماع للتكتل الأربعاء قبل الظهر لأخذ القرار بهذا الموضوع، على انه قلنا في مواصفات نحن بدنا اياها اللي هي مواصفات السيادية والمواصفات الإصلاحية هل يملك نواف سلام هذه المواصفات اللي طرحتوها؟
قد يكون هذا بحث بالتكتل، ما بقدر أعطيك جواب رسمي. أنا هل يملك نجيب ميقاتي المواصفات اللي طرحتوها؟ حسب كيف هو طارح نفسه، لأنه الرئيس ميقاتي عنده هويته السياسية الواضحة ودخل إلى الحكومات عدة مرات كحكومات وحدة وطنية وكتفاهم بين عدة أطراف متنافسين ومتخاصمين. نحن هذه المواصفات نحن لا نؤمن فيها هلا. ما بعرف الرئيس ميقاتي اليوم أي مواصفات هو اللي حاملها. على كل حال مثل ما قلت لك أنا ما بقدر أعطي جواب رسمي. قلت شو الخطوط العريضة لنا على أننا رح تبحث ويعلن عنا الأربعة. طيب دكتور، بعد هيك سؤال أخير. ببداية يعني بعد الانتخابات النيابية كان صدر موقف لافت جدا بأن القوات اللبنانية لا تريد المشاركة في الحكومة. جاء رد مباشر من النائب محمد رعد وبعدين من الأمين العام لحزب الله سيد نصر الله لدعوة الجميع إلى الجلوس على نفس الطاولة، وكلنا بنعرف بعدين شو صار. اليوم في كلام وكأنه مغاير بالكواليس السياسية على أنه ما تقوله حضرتك مقدمة لبعد مناقشة كيفية وشاركتها القوات اللبنانية بالحكومة في حال جرى التوافق مع اللقاء الديمقراطي والرئيس نجيب ميقاتي على خطة عمل للمرحلة المقبلة. مزبوط؟ احنا خلينا نخلص من التكليف هلا بعدين ينبحث موضوع التأليف، ولكن لأكد لي نحن حكومات الوحدة الوطنية لا نؤمن بها ونعتبرها حكومات تعطيل وطني ما نفعت شيء، شفناها بالماضي وأودت إلى كوارث. لا نؤمن بها ولن نكون فيها ولن نكون عم نعطي ثقة لها. هيدا طبعا اكيد توجهنا وكله رح يرجع يبحث بالتكتل. انا انتمي للتكتل، لا اتكلم عن التكتل غير مفوض لي احكي باسم التكتل اليوم. هلا هيدا كله للبحث، ولكن نحن لا نؤمن بحكومات وحده وطنيه. وقت اللي ببلش التأليف بنشوف شو نوع أول شيء مين رح يكلف. ونحن نؤمن بحكومة الأكثرية وليكن أقلية معارضة، هيك إن كانت نحن أكثرية منشكل حكومة. هلا كيف المشاركة بتكون داخل الحكومة هيدا تبحث، لأنه نحن ميالين أكثر للتخصصية حكومة متخصصين. نعم. شكرا لك النائب فادي كرم على هذه المداخلة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا.